يقولنا له ديش واش خاصه، قال لك خاصني سكانير. سكانير بصح شوالا لا كلينيك اللي يدير هذا سكانير لو ميديسان راديولوج راه كونجي، كلينيك بريفي بصح كان كونجي، قال لك كي ندخل نشوف شحال يدير ونخبركم بالك تقدروا تعاونوا. قعدنا مده انه وليد انا حقيقه بنضغط نسيت صح باش نعاود نولي عنده، عاود كي تفكرت عاود توليت عنده. قال لي وا ديجا عندي اون سومان ملي روحت عنده وكاع، بصح قال لي ندير غير دواء تاع عرب كيما هكا. طب قلت له اودي حنا كنا نهضروا على كي يقولوا لك كيف ندير غير دواء تاع عرب، قال لي اودي غالي وما عرفش باه يكلفكم ومنها وكذا، اودي 3 ملايين. 3 ملايين بالنسبه للناس الخير ماشي بزاف، بصح هو مسكين جايته اللي جايته بزاف وجايته مبلغ كبير وغادي يقبلنا وغادي كذا وغادي كذا. هذا مسكين يكون ماشي شويه زيرنا عليه وفهمنا بلي ودي حنا غير واسطه، حنا ما عندنا والو. الناس هذا حقك والناس غادي هي تعاونك، كون في بالك كون قاعد مسكين، كون ما روحناش عنده ما زيرناش عليه كون قاعد. هذاك السكانير اللي كيديرها باش منا يخرجوا لو كونترون دي مو لو كونترون دي ابار اورينتاسيون، يدير لا راديو ثيرابي يدير لا شيميو ثيرابي ما نعرفش عارف. زعما الحمد لله درناه وفات ولايمنا له لو دوسي تاعه، طلع الانكولوجي تما كاين الاستاذ عبد السماع بابساتين اللي تعاوننا بزاف، الاسيستون سوسيال نعم المساعده الاجتماعيه المساعده الاجتماعيه تاني تعاوننا بزاف، تورينا توجهنا قال لها شخص هاشا تهضر مع الطبه تهضر مع كي يقولوا له شويه يحس روحه المريض. من بعد يبدا يحس روحه بلي صراحه راه في عنايه في وسط عنايه، تسمى العامل النفسي تاعها شويه يريح. صح خير ما يقعد غير ضايع هكا ما عرفش روحه من يروح الفقر من جهه، ما ياكلش كي ما ياكلش يطا فيزيك تاعها تدخل كي والو. اي هو مريض ويزيد ما ياكلش كي يروح يدير شي ميثيرابي تقول له الطبيبه ما نقدرش ندير لك باسكو يطا فيزيك تاعها راه كي والو، اف ان اس يخرج له كي والو، لي زاناليست راه يخرجوا له كي والو. واحد الحاله اللي شويه تحتاج التفاتة زعما، تحتاج باش الناس يوقفوا معاها عليها. ركزنا بزاف على هاد المرضى تاع السرطان، قعدنا شحال من مريض، كاين مريضة تاني من عندي الله يعافيها ان شاء الله، انسانة طيبة حاطة 60 وانسانة صابرة وكاع. ابسط الاشياء انها ما عندهاش شكون يوصلها لل ندير لا شيميو ثيرابي وتولي باسكو تروح واللي قالها ويطولوا وشكون يديها وشكون يجيبها. أرملة راجلها متوفي ديجا تاني بالسرطان، عندها ايتام صغار يعني ولادها صغار وكبير كاع كبيره كاع تشيلها بنت ما بقاتش تقوم كي يقولوا لها وكاع. يعني شويه هذو الناس اللي الحاله تاعهم شويه تاثر. الرجل جمعوي هو كإنسان يعني مسلم عندك حرقة على حقيقة أي واحد عنده ذنب زعما يتأثر من كاع كاع الحالات كيما هكا. تشاور زعما هذه الناس تأثر العائلة اللي أثرت فيك يعني والله أستاذ مش عارف كيما بعدك. كاين هذه تاع عائلة أربعة اللي إنسانة زعما إنسانة يعني شوية كيما نقول لك تحسبهم أغنياء من متعفف. صح والله أستاذ ما تقول لك خاصني بالك، ممكن بالك تكون تسمع فيا ان شاء الله ما تقولكش خاصني. عندها افي كارديو اللي قالها ايكوكور 4000 دينار ولا 4500 والله ما تقول ما كنتش نعرفها شحال. كان قالوا لي بلي كاينه مرا وخاصها لا راديو ثيرابي ديرها في بريفي، قالوا لي خاصها لا راديو ثيرابي وفي البريفي يديروا لا سيونس يديروا ان مليون لا سيونس. هي فتره صار خرج لها ربع شي يعني 20 مليون يعني علاقه بالجمعه الصباح. حطينا النداء تاعها اللي خاصها 20 مليون. كانت اون برانسيب غادي تفوت في جسر الرحمة هنا مع الأستاذة نايا، كانت نورمالمون السبت غادي تفوت. من الجمعة تواصلنا أنا والأستاذة نايمة، قالت لي نورمالمون غادي تفوت عندي ربي يوفقك. قالت لي شوف بالك حنا تاني نزيدو نكملو كاع. الجمعة في الليل كانت كملت 20 مليون. تواصلت مع السيده بتاع ودي محاله غادي ما تجي الساعه انا كملنا كي والله العظيم. من بعد كي تستفسر عليها قالوا لي بلي حافظه كتاب اللي حافظه ما انسان نعطيك اياه ما شاء الله والله. طيب بالنسبه للعائلات الاطفال اليتامين لهذ العائلات، اولا فيه اولويات انكم تسبقوا الناس المرضى، الناس ايضا اللي مرضى بالسرطان عافانا الله، وبعدها مثلا اللي مرض بالامراض المزمنه. هل ربما لما تجي عائله وتحب المساعده تتحروا عليها، تشوفوا فيه بعض العائلات في الوثائق ما عندهاش دخل
نعرفوا يعني احنا جزائر نعرفوا بعضنا بعض، ما يكونش عندها دخل، ولكن ميسورة الحال بالك يعني فقال. عندها الوالد نتاعها يقدر يساعدها، الاخ نتاعها يكون عامل غير يومي ويدخلني او عامل حتى كما قلت يوم يعني هو في الوثائق له بدون عمل، ولكن نعرفوا انه يقدر ييسر امور. هل تتحراو او بحكم انكم من منطقه تعرفوا بعضكم بعض كيفاش؟ هذه من جهه، بحكم اننا من المنطقه نعرفوا بعضنا البعض، نحاولوا نتحراو.